شكرا، بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا يعني المباراة كأنها مباراة نهائي كأس، يعني من الفريقين كانت هناك نسق كبير جدا، و يعني انجاجمون فيزيك كبير برشا. بالنسبه لفريقنا، يعني بالنسبه للشوط الاول اظن كنا خارج الموضوع، قبولنا هدف في الدقيقه الاولى تقريبا كان عنده تاثير كبير على العنصر الذهني، مما خلى فريق المغرب التطواني يزيد يواصل ويتحكم في اللعب تقريبا 30 دقيقه. لما عدلنا يعني عاودنا خذينا يعني اللعب لصالحنا، لكن مع الأسف أخطاء يعني قاتلة خلت المغرب التطواني يخرج في الشوط الأول نقطتين. أظن الشوط الأول أظنه كنا خارج الموضوع بتاتا، ولو كان عندنا فرص تهديفية أوضح، لكن كنا خارج الموضوع. لا أعلم الضغط، رغم كان هناك تحضير ذهني، كانت هناك إرادة للاعبين، ثم لاعبي فريقي دخلوا في لعب لا يتماشى مع أسلوب لعبهم، يعني ربما الرياح، لكن هذا يعني ما أظنش النقطة السلبية، دخلوا في لعب المغرب التطواني اللي لا يتناسب مع خصوصياتنا وكل ما اشتغلنا عليه بداية الموسم، معروف باللعب. فقدنا هذاك الشيء في الشوط الاول، مما صعب علينا المهمه في التحكم في نسق المباراه او التحكم في اللعب. دخلنا اللعب الطويل، كره هذا ليس لعبنا، يعني ما فهمتش علاش ربما الرغبه في التسجيل او العوده في النتيجه. صلحنا الاوضاع الشوط الثاني مع سيطره تامه تقريبا ابتداء من تسجيل هدف التعادل مع خلق فرص اخرى واضحه للتسجيل. لم يحالفنا الحظ للانتصار في هذه المباراة، كنا نستحق أظن، خصوصا في الشوط الثاني على سيطرة اللعب وخلق الفرص كنا نستحق الانتصار، لم يحالفنا الحظ في الانتصار. لابد من قبول النتيجة وقبول يعني رغم اللي نتيجة يعني بالنسبة لنا خيبة أمل، لكن كان هناك منافس أمامنا، منافس في مستوى أعطى كل ما عنده، فهمتني، باش يتعادل او يربح، او كان مسرور جدا بالتعادل اليوم كانه انتصر، بينما كنت في مباراه تورقه يعني خساره كانها يعني. على كل حال شكرا، ما دام فما امل يعني لابد، ولو الحظوظ نقصد بصفه كبيره جدا بحكم يعني منافسنا هو الان سبقنا، عادي جدا، لابد تشبش بالامل، لأنه في كرة قدم ما تعرفش، ثم ما زالت مباراة لينا ومنافسنا في 90 دقيقة، كل شيء يحدث. لو لن نتشبث بالأمل فما عادش رياضة، ما عادش كرة قدم، نتشبث بالأمل وفي الخيرة فيما اختاره الله في النهاية، لابد من قبول ربي شنو قرن. احنا رياضة نجتهدوا في الحق، نجتهدوا يعني في العمل، نكونوا حقانيين، لان احنا اول شيء واخر شيء مؤسسه عسكريه، نحترم يعني الرياضه وقوانين الرياضه، و بعد اذا كان ربي سبحانه وتعالى قرر باش ما ناخذوهاش بطوله، يعني هذا قرار ربي سبحانه، احنا المسلمين لا، فالخير فيما اختاره الله، تبقى رياضه اخر شيء رياضه، وهذا فريق كبير اذا كان ما خذهاش السنه هذه ما زلت قدامه تبارك الله، يعني هناك لاعبين، لكن لابد ان نتشبث بالامل، لانه رياضيا لابد ان تتشبث بالامل. هذا هو جوابي. لان اختي راهو الاخطاء والاشياء هذه صارت خصوصا في الشوط الاول. الشوط الثاني ما يدل على كلامي اللي سجلنا هدفين في ضد فريق ممتاز جدا، وخلقنا تقريب ضعفها من الفرص. صحيح الشوط الثاني كنا غائبين، رب تفاجأوا لاعبي بالهدف الأول، يعني لما يكون عندك ضغط ودقيقة الأولى تقبل هدف فذهنيا تمسوا كل اللاعبين. الشوط الثاني ضد الشوط الأول سجلنا هدفين، شدينا زمام الأمور وخلقنا فرص، الحارس تبارك الله عليه يعني تقريبا في نهاية المباراة خرج كورة من 90 يعني، ف
يعني هذه هي أختي كرة القدم. صحيح ما كناش في مستوانا العادي بداية المباراة، ربما ضغوطات عادية، وما ما زاد الطين بلة هو قبولنا هدف في الدقيقة الأولى. هما الناس بنادم يتأثروا كما أنت تتأثر في دارك، كما أنا نتأثر، يتأثروا لكن رجعوا، ورجعوا عندهم شخصية، ومن السهل تجيب يعني نقاط تنتصر أو حتى نقاط تعادل لما تكون منهزم ضد فريق تطوان. وتبارك الله عليهم فريق تطوان، يعني لاعبي تطوان نشكرهم على روحهم الرياضية والقتالية. أقسم لا، أنا كنت مش كنت نحتسب القتالية ديال اللاعبين ديال المغرب التطواني يحتذى بها، يحتذى بها، ونشكرهم على الروح الرياضية هذه والقتالية. آخر سؤال أنس حسيس. تقريبا يعني نفس الجواب، أظن يعني الضغط وأهمية نتيجة المباراة، وخصوصا قبولنا هدف في الشوط الأول في الدقيقة الأولى أثر بصفة كبيرة جدا على اللاعبين. هذا التأثير على اللاعبين خلاهم يقوموا بأخطاء يعني كلفتنا هدفين، وهذا عادي جدا في 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 قانون كرة القدم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنظن على أن المقابلة كانت صعيبة مع المتصدر، متصدر اللي عنده ترسانة بشرية كبيرة، فريق يدي مدة وكيفوز داخل الميدان وخارج الميدان. صحيح على أن اليوم ونيفو تكتيك كانت الفرقة تريفور، وأنا كنت أتمنى على أن هذا المجهود هذا يعني يكون في عدد كبير من المقابلات، أنه اليوم ماشي تفاجأت، ولكن اللاعبين نين بغاو يعطيو 100% عطاو أجوردوي، سيرتو مع ديزيكيب اللي بحال ليفار، بحال الرجاء، بحال الوداد، بحال الماس، أو ديزيكيب اللي بلا ما كتقول لهم تكونسونطراو يعني كيركزوا في المقابله. تنظن على ان الشوط الاول لعبنا على بعض الجزئيات وسجلنا جوج ديال الاهداف. صحيح على ان جاء الهدف ديال التعادل من ضربه ثابته، درنا خطا في الجانب من بعدها كان الهدف. تنظن على ان الشوط الاول كنا نسجلوا الهدف الثاني ديال بادجي، ولكن ما يسترش الله. ونيفو تكتيك كانوا طري فور وجوردوي اللاعبين، كنشكرهم على المجهود اللي قاموا به، وكنتمنى على ان هذا المجهود ديما يدار، ماشي غير في مقابله ديال الجيش ولا في مقابله ديال الرجاء ولا حتى في مقابله ديال الوداد، انه بالعكس ملي كتلعب بهذا لاراج والبيبليك معاك ممكن تعطي بليس. تنظن ان المقابله التعادل واحد لواحد جوج لجوج يعني بالنسبه لنا نقطه ايجابيه، كنا دائما كنحرصوا على اننا باش نتسلقوا المراتب. النقطه اليوم انا كنعتبرها بالنسبه لي انا واخا لاعب مع متصدر بالنسبه لي ماشي ايجابيه. علاش؟ لانه كنا بغينا نفوزوا باش نزيدوا نديروا 37 نقطة باش على الأقل نوصلوا للصف السابع، ما يسترش الله. التعادل يعني بالنسبة لي أنا مع فريق متصدر إيجابي في حد ذاته. كنتمنى على أن المقابلة ديال الوداد نمشيو باش نفوزوا باش نزيدوا في المراتب إن شاء الله بحول الله. ماشي غير الاحتفال، لأنه كتعرف أننا انهزمنا تقريبا ثلاثة ديال المقابلات متابعة، ما يمكنش نعاودوا ننهزموا، أنه تابعنا بيبليك. عندنا لجنه مؤقته اللي كدير لي ماين لي بي باش تقلب على الموارد الماليه. اللاعبين حتى هما حسوا بها، لانه فريق الجمالك فاز عليهم 3-0 في الذهاب، بغى ياخذوا لا غوفونش. داكشي علاش كانت هاد لا غرينتا هادي. لا 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 لا, لا بالعكس، هاد المسائل هادي اللي كتكون خارج ما هو تقني كنحاولوا نقادوها مع اللجنه، والحمد لله تقادات والامور دازت في سلام. خشب اهم حافز هو اللعب قدام تقريبا واحد 5000 ولا 6000 من المناصره ديال المغرب التطواني. الحافز الثاني هو ما خصناش ننهزموا. الحافز الثالث هو اننا خصنا نزيدوا في المراتب. الحافز الرابع هو ان اللاعبين خصهم يبيعوا لو برودوي ديالهم، سيرتو مع فريق الجمالك، مادام ان شاك جوار كيقلب على المستوى انه يزيد، يعني خصو يكون ممتاز في هذه المقابلات هذو. تنظن على ان الفردوسي من بين امهر اللاعبين اللي كاين عندنا، ربحنا كذلك كرمون، غادي نربحوا ان شاء الله بن خجو، ربحنا امحيح. هذه هي لا موتيفاسيون اللي عندي انا كمدرب وحتى عند اللاعبين. كنتمنى على ان هذه لا موتيفاسيون اللي كانت اليوم تبقى، لانه كعارف كاين الهو ليبا، نتمنى من الله على انها تبقى في المقابله ديال الوداد ان شاء الله. واي مدرب كيلعب مع اون ايكيب اللي بحال ليفار، فريق الجمالكي اللي كنعرفوا التيسير العدو، حاول ما امكن النيفو تكتيك نحاولوا نبلوكيو لي سورس ديال الجيش الملكي. الا شتي في الشوط الثاني حاولنا نضغطوا على ليكيب الفوق،
خدينا جوج ديال الكواري سجلنا بهم هدف. في الشوط الثاني خدينا كره ولكن ما يسترش الله باش تسجل. انظر خدمنا النيفو تاكتيك سيرتو في الفيديو لانه ما يسترش الله اننا نشتغلوا داخل الميدان لاسباب اللي كعرفوها الناس. انظر لان النيفو تاكتيك الدراري تنقولش داروا داكشي 100% ولكن استجبوا المشاكل التكتيكيه اللي كانت غدير لنا حنا المشاكل وكذلك غتخلق مشاكل للجيش الملكي. كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قاموا به. انا قبيله قلت لك علاش انا كنتعرف على ان اللاعبين ملي كتكون لاعب مع دي زيكيب بحال هادو يعني لا كونسونطراسيون كتكون توتال ما مع دي زيكيب اللي تكونوا قراب لك في المستوى كتكون ان بو درولاشمون. حنا نبهنا اللاعبين انسان الا بغى يكون في المستوى خصو يربح لي فار خصو يربح الجيش خصو يربح الوداد باش يكون في المستوى. سي فري المغرب التطواني عندها تاريخ كبير ولكن خصنا نزيدوا بالتاريخ ديال 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 دي المغرب التطواني. وكنتمنى على ان هذه المقابله هذه ستان بريباراسيون للمقابله ديال الوداد ان شاء الله بحول الله. شكرا.